في الجولة الخامسة من الدوري الكردستاني الممتاز استضاف نادي سوران نظيره تمتمال. في الشوط الأول من المباراة تبادل الفريقان الهجمات، ولولا مهارة حارس مرمى سوران جيلان صادق لكان هدف السبق من نصيب تمتمال في الدقيقة السابعة. وفي الجانب المقابل دافع حارس مرمى تمتمال آرش أحضر عن عرينه بالمهارة ذاتها، وأنقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة الرابعة عشرة من المباراة، لتستمر الهجمات دون نتيجة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون هدف. وفي الشوط الثاني تكرر مشهد تبادل الهجمات، وكان كل فريق يحاول الوصول إلى مرمى الخصم، واستمرت الهجمات اللامثمرة لا سيما من قبل نادي تمتمال الذي كثف من هجماته في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يصل إلى المبتغى، وانتهت المباراة عند نقطة البداية. مباراة صعبة ملعبنا، المفروض احنا ثلاث نقاط نطلع، بس مثل ما تعرف اللاعبين مجهودين وملعب تارتان ومسافة قريبة بين كل لعبة وكل لعبة، يعني ثلاث ايام لاربع ايام مسافة كلش قصيرة. الحمد لله والشكر، ان شاء الله انا والجمهور قادم افضل ان شاء الله. قدمنا مباراة تليق بينا كلاعبين وككادر تدريبي، ما توفقنا، كان عندنا اكثر من هجمة بس ما توفقنا على الجول. الحمد لله والشكر نقطة بس، ما راضين بها احنا ملعبنا، بس ان شاء الله بالمباريات القادمة نعوض ان شاء الله. شوطية كم في الشوط الاول من المباراة كان هناك تكافؤ وتوازن بين الفريقين، أما في الشوط الثاني فبعد إجراء التغييرات وتنظيم صفوفنا استطعنا أن نسيطر على المباراة ونستحوذ على الكرة ونقدم مستوى وأداء أفضل من الشوط الأول، وضيعنا العديد من الفرص. كل فريق كان يشتهي الهدف، ولكن التعادل السلبي كان سيد الموقف، ليخرج الفريقان من ملعب المباراة وفي جعبة كل واحد منهما نقطة واحدة. ريبر عبد الغفار، زاغروس تيفي، سوران.